السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة بانوراما للأعمال الخشبية. يريد قبل أي شيء تعملوا إعجاب للفيديو يا جماعة، ما تنسوش الإعجاب للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين. ما تنسوش تشتركوا في قناة اللي لسه مشتركش، وتضغطوا على زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد بننزله إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة نتكلم معاكم عن الديكورات الخشبية اللي بنعملها عندنا في المنزل، بنعملها في الركن، في الركن الشقه وركن البيت وفي المطبخ وفي اوضه الجلوس وفي اوضه الاندريه، في كل مكان في الشقه. يعني ازاي نستغل الخشب ونعمل منه مناظر جميله وشكل جميل جدا، نستخدمه بقى نعلق عليه الصور او الطبلهات او بوكيهات الورد او الفازات، بتدي اشكال جميله جدا طبعا. وبنلونها بقى بعد كده كمان باي شكل، يعني بعد ما بنعمل الاعمال الخشبيه دي ممكن نلونها باي شكل احنا محتاجينه، زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو. ممكن نعملها على شكل مثلثات او شكل معين، شكل طبلهات مثلا نحط عليها بوكيهات الورد زي ما حضراتكم شايفين كده معانا في الفيديو اهو، وده شكل جميل كمان اهوت على شكل مثلث. يعني النهارده الاعمال الخشبيه فيها اشكال كتير، والميزه كمان اللي في الخشب ان هو عازل للكهرباء وعازل للصوت. يعني حتى لو وقع، يعني الاعمال دي لو وقع، يعني المشغولات الخشبيه دي لو وقعت على الارض ولا حاجه، مش زي المعدن ما بتكسرش، وكمان هي عازل للكهرباء يعني ما بقاش فيها اي مشاكل في بالنسبه للكهرباء والحاجات دي. كمان شكلها جميل زي ما حضراتكم شايفين، بتعرف تشكلها زي ما انت عايز، يعني بتقدر تشكل فيها زي ما انت عايز، وبتديك اشكال جميله جدا تحط عليها بوكيهات الورد او الفازات او اي حاجه، يعني بتديك منظر جميل جدا في الشقه، ومنظر جميل يعني مريح للعين. في النهايه يا جماعه باكد عليكم، ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يكبر يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين، علشان يوصل لاكبر عدد ممكن على القناه. وما تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركش، ودعمونا بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.